أخرى أهنيكم وأبارك لكم مكتب قطاع قامشلو اللجنة المركزية الهنيئة من حزب الاتحاد السرياني يتقدم فيها بأحر التهاني لمكتب مقاطعة القامشلي لحزب سوريا المستقبل. شكرا لحزب الاتحاد السرياني. مهامكم وأهدافكم النبيلة الحزب السوري القومي الاجتماعي مع كل حزب سوري يجعل مصلحة سوريا فوق كل مصلحة ويعمل ولحزب سوريا المستقبل حقوقه في منازلنا. وشكرا شكرا بخصوص فتح المكتب في مدينة القامشلي، هو بداية لتوزيع حقيقة فكر حزب سوريا المستقبل ويقدم ما يراه لحلول لسوريا، سوريا أيضا المستقبل، وهذا ما نتمناه، هو السبب الأساسي في خصوص هذا الموضوع، يعني افتتاح المكتب ونشر فكره ونقل الديمقراطية إلى كل المناطق. والكل يعلم بأن حزب سوريا المستقبل هو حزب ليس له أي انتماء قومي أو إثني أو عرقي، وإنما الهدف منه هو حزب وطني يخدم كل السوريين. وإن عادت مؤسسات الدولة سيكون هناك لحزب سوريا المستقبل دور أكبر، لأننا مؤمنين بوحدة سوريا. وقبل أن تفتح هذه المؤسسة سيكون لنا مكاتب في دمشق وحلب وطرطوس واللاذقية وكلها. حزب سوريا المستقبل لم يكن للشمال الشرقي من سوريا بل لكل سوريا، وهو لا يتعارض مع مؤسسات الدولة أو غيرها. محادثات حصلت ما بين مجلس سوريا الديمقراطية ونحن أعضاء في مجلس سوريا الديمقراطية ورئيس حزب سوريا المستقبل، نحن نمثل جهة سياسية حقيقية هي مجلس سوريا الديمقراطية، هي المظلة السياسية لكل هذه المنطقة. ذهبنا لنتحاور ولنثبت الحوار السوري السوري كما حصل في عين عيسى ب 18-19 تموز. توصلنا إلى تشكيل لجان، الكل يعلم البيان يقول إلى تشكيل لجان تدرس قانون الإدارة الذاتية وقانون الإدارة المحلية وتخرج بشيء جديد. نحن الكل يعلم بأننا نناقش بموضوع اللامركزية، النقاش تم ضمن موضوع اللامركزية التعددية الديمقراطية. Gracias.